بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيثمثم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة العلمية الدعوية اسم سلوقام أسنة البوسان العنوان البوسة أفيدنا في الخير. الخير اسم استقبالي في الخير استعرف اسم الخير ذا الخير أهث ذيون سجم سلاين ذيون سجم سلاين إجخلدن إمذان ذي الدنيف عبر قرون لو كذا كيني حاتم الطائي حاتم الطائي من المقعش وري عشرة غسقواسي عدان غالقرن عدان غعشرة القرون يعاش ذي الوقت الجاهلية قبل الإسلام قبل الإسلام إلا ومذان أعرضي اسميس حاتم الطائي اسميس يتوخلد أفيد فذني مذان عبر العصور وستسونارا ذشو السبة فيوث الحاجة تخدم ذي الخير ذكرمي ذكرمي الكرم تمثل صفة خلقية جميلة جليلة اسمها الكرم فقط والكرم صورة من صور الخير ذا كرمي الشاي نكون قرأ الشاي نغروم لن تذيرنا الحمد لله الشاي تغروم ذا المحل ذي اللاز ومذان ذي المحال هذه أكين يموت سي اللازنة خطر شين تلقوذ شين تغروم الكرم مجيء يثمثن ذي الصفة من الصفة قلهان ذيني مين حاتم الطائي سيدي ربي يخلد دي السميس ذي الوجود يرث خلقيف يسعى الكرم المتنبي صاحب الحكم إنس كرم تجلى في كلامك ماثلا ويظهر عتق الخيل من أصواتها إنسان ينفق لذلك مديوس الشرع مديوس الإسلام يفكيس زل ذم قران الكرم أكذ الخير أما يرى الجيران أما يرى عقالان أما يرى ينفقاون كلش الكرم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره نكونين بعد دسنة العوايذ يدي فرنسي الشرعيف تجديث يدي فرنسي الشرعيف أشيني ثنطشت وإلى قار الجاريشة دي سريح تفضل ضي منسي أفك ثنطشت الجيرانيش من بعد قارن ذو قوال أثنطشتو ثغنوضة ذي الحرمة كان يدر النوض ويقارس أثنطيش تورث غنوض ذي العزة كان يدر النوض ذي الحرمة ذي الثنطيش ذي سميسي ذواليس يلا أدس أنتم بعد الآيات إذا هضرم في الإنفاق في الخير كثيرة جدا أدفذرغ على سبيل المثال ربي ندى في سورة الحج الآية 77 وافعلوا الخير لعلكم تفلحون أربا دي قال خدمة الخير مقال كان سبحان الله وغدي النار ذا شارع نخدم دي قال خدمة الخير أولا قلنا الخير إني سيد استقبالي في الخير نغ الخير ذيون بوال المعنى يس مقر يسعى نزل ذا مقرن رب دي قار أفريذ نربح نالفلاح النجاح ذا أفريذ الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون من جهة وغدينا لشان خدم لم يحدد عملا
خيريا بعينه سي الجهة النظام يفكد الأمر الجماعي وافعلوا خطر الخير أمشي يشبح أكثر يقسع القيمة أكثر ما إلا دوك الفلاسفة السن أذيعهم الخير يزمر يودي يخدم الخير وحدس يسعى القيمة غير سيدي ربي أين يقزرع في غلث أمعنى ميلي عمل خيري جماعي أكنيك ساعة غزل ذم قرآن خطر يونور زمير ثورة الجيران النغ ذي المغرب ثوثيثم زلزلا فقد عمل إنساني من العديد من الدول في العالم خطر ذي المصيبة تغريد المصيبة الزلزلة ثوث الجيران النغ ذي المغرب أماكن يغض حزن كني يولى الوقت أماكن تحوز ذاغ تركيا مؤخرا وتحوز ذاغ في مورا النظام خطر كني أسرة بشرية واحدة ربي نات وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أدسنت المصائب في قذقي إلها إلى قتل الإغاثة الإنسانية إلى قتل المعاونة يك كل نشو ميزمر وذ فلسن يعفو ربو قذي موثن وذ يزن ربي الصبر مولان وذ يفك ربي الشفاء العاجل يوقذ إجرحا المصابين في هذا الزلزال نسأل الله العفو والعافية لنا جميعا في غدينيغ يمدينا ربي سبحانه وافعلوا الخير لعلكم تفلحون سورة الحج الآية ما قبل الأخيرة الآية 77 ذي الآية النظام في سورة المائدة الآية 48 يناد فاستبقوا الخيرات ذاكي ذاين وفعلوا الخير ذاك دي قر فاستبقوا الخيرات يعني تيم زي الزلت وثقي مشهد جميل أن يتسابق الناس إلى فعل الخير مرم زي الزين الغشي باش اذخذ من الخير الآية أيضا يسارعون في الخيرات التسابق الاستباق المسارعة في سورة البقرة الآية 148 تكررت الآية فاستبقوا الخيرات الخيرات بالجمع نروح الآية أيضا في سورة المائدة سيدي ربينات وتعاونوا على البر والتقوى هذا دي قرن معاونث خطر لما كان قرن أفوس دي كفوس تاعكم في الزينة سيفسوس أفوس دي كفوس تاعكم في الزين أتسيفسوس سؤال خفيفة ذي قبالي ذا قارن مدن سمدن سوى ربي قمذن مدن سمدن سوى ربي إقمذن الكمال لله ولاش واسينين كذا قبل غدوني في وحدي نغض عمر غدوني في وحدي خاطي خلق غد ربي باش أنمي عقل ونمعوان وتشبح الدوني وتسعو السر وتسعو لسر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ذي الأحاديث النبوية لا نحصيها عددا على سبيل المثال النبي عليه الصلاة والسلام إند والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه دائما ذي يعني الخير ذي يعني المعاونة ذي الحديث وايض استقصت ونصحبي عن أحب الناس إلى الله وأحب الأعمال إلى الله الناس أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس أنوي حمل ربي أكثر وننفع وياض أكثر أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس من بعد الناد وأحب الأعمال إلى الله ذشت الخدمة يحمل ربي يطاس سرور ما تصفر حظ هناك نقول تماك ما تصفر حظ أكني تصفر حظ أكي فرح ربي
أتصفر حظ مغفون فقير، أتصفر حظ أموضين المريض، أتصفر حظ المصاب ونفيد غلي المصيبة ورعني أخام ذي السولة. وين الدنيا معمرة بالمفاجآت بالمصائب بالنوائب، ما سند كان أرتقوى ذقلي ذيك أولاقي فكذا صفات دن تخدم ذا صفات دن فكذا سفوذ أكن يتصفر حظ ربي هذا كيف راح. يونس ابن عباس رضي الله عنه الذي المسجد النبوي يلا معتكفا دي رمضان من بعد من أحكام الاعتكاف والإثفارة لقد يقيم تظليث القرآن التسبيح الذكر يقيم داخل الجامع بعد ولا يوعي بنادم يوعث يحزن يتفن الهم ذو قذميس أتغير روح الغرس يسمى بك يا أخ الإسلام ذا شو كيرزان ذا شو كيوغن أتغير ناس يحكي ياسد الناس يضري كذا وكذا وكذا بعدين الناس يالله يديذس باش يفكفو ذا ثعيون أين مزمر المي وضر عتبة المسجد باش هذي فاصل الجامع وناس مشتثيد ينس أنا سيت ما أنت فيه يا ابن عباس ما تصوضا دث الليض أما كن اسمك ثاثد باللي أقلك معتكف أري لقرى أتفغض أتجد الجامع ينس ما نسيت ما أنا فيه أرد صغارا دلي غزري أقلي معتكف ولكنني سمعت صاحب هذا القبر يعني مشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم إنيس أورت صغارا من دليغ زريق لمعتكيف ولا قرد فغار ولكن سليغ إذا فوزكا يعني إن في صلى الله عليه وسلم إناد وين ريدون أكذيك ما سثي عيوان سيك سغفل ذي فرج فلاس إلى آخره خير ما يزول دي الجمعاقي ذي المسجد النبوي عند الأجر مضاعف كذا وكذا لن تتعدد روايات الحديث الشاهد هو هذا باش كان نفهم باللي لن تطاس الآيات أطاسنا الأحاديث يغدي توليهن غير فعل الخير في كوال ذي القرآن نغذي السنة ربي استخدم العمل الصالح ودي قرر الخير أديني العمل الصالح المعنى ذيون الإصلاح يا خاكا اسمي الإصلاح مثلا ربي سبحانه وينات والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات الإنسان وليس الكن سوى وين يمنا يرني يخدم الإصلاح أيضا مرة أخرى ودي فقنارة طبيعة العمل الصالح اسمي الإصلاح الإصلاح ضد الفساد والله لا يحب الفساد والله لا يحب المفسدين إن الله لا يحب المفسدين ولا تبغي في الأرض في الأرض فساد إلى آخره لا تفسد في الأرض بعد إصلاحها يعني آيات يغيت توليهن غل الصلاح الليات يغيت تنبيهن باش نفعل في الفساد في الإفساد بجميع صوره ربي سبحانه مدينا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أدنو غال في سورة الكهف الآية الأخيرة الآية 110 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا عمل وين يترجون لم قبل ربي ذي المؤمن إنه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ربي ذا لم يحدد عملا صالحا بعينه كل الميسر لما خلق له وغدي نرى ذا شر نخدم بعد تفكر صور العمل الصالح عمل خير إذن آيات كثيرة في سورة التوبة الآية 105 وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله المؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أيضا إنه عمل غير صالح ولك هذا هو الميزان وقذ غرفال إلى الصلاح إلى وين ثق الفن إلى الخير إلى وين ثق الفن ذيك نكتفي بهذه النماذج من النصوص ثم نروح
أدنى نهضر في النقطة الأولى. النقطة الثانية أهمية العمل الخيري، أهمية الخير اتصل في هذه الساعة. فهم زوالو تزيز دي يولون الخير أيث مثلا إزيز دي أولون العمل الخيري يطهر القلوب. إذا كان الزكاة اللي هي فريضة، الزكاة ذو الفرض سورة المعارج الآية 24-25 والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وكدي الصحارة أديني ظالة العشور أذفغن فساد الفضراني رمضان أتن السفغ، خطر دينا ذي الأوامر ونسال الاختيار. فقي العشور نغ الزكاة ذي الركن وستلاثة ذي الإسلام، بني الإسلام على خمسة تركيزين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، تظلي في العشور الزكاة من بعد ديس رمضان من بعد الحج. ولكن الزكاة تسعى المقاصد السيسنت الزيزدي أولون بقاليس يسفغن العشور تطهير قلوب المزكين أذي يرتحوا لك وذي هني البالي أذي يرتحوا العشور الحمد لله. ذاغ أولون يجليلا الفقراء أذي ريذن أولون ننسن أسنين الحمد لله إماركانتيا وغتسونارا سفغن العشور نسن ذاغ ذي زدين أولون ننسن أرنو ذاغ تزدين نظن لارزاق بيني عشرا أذي زدين فعشرض الرزقك زدي. الزكاة تطهير للمال. ممكن كشم ذكرا الشوائب ولا شوا دينين كيني أذرمي وزدي 100% لا أحد كني بغوي إلا التاجر ممكن يغلظ، يغلظ ذي الصرف، يغلظ ذي السلعة، يغلظ التجارة، أكين كيان كيني خاطرين تجارة كيني ذا خدام ميكشين ذا خدام أكس تخلصن 8 سوايع يا درامة تخدمن 8 سوايع بالك في كل تخدم ضربة في كل ساعتين أثير كل يوم تزرم كلش. هي خطر السقار ماشي مذن بذر ناس كان تجار من غشنا فليس منا ديريت الفطاطا تجار الفطاطا الميزان أيضا أنا غد نسكن إيه الغشني أظن دي القراية فرق قربة ذن ورشنا القراية باش أذهني للشيخ من التكنولوجيا في الغش ماشي ذي الحروز سي دي مودي ثورتنا الغش بالحروز صور قثين انا ثورا سلا التكنولوجيا كي خدم يوسف نتاع قيث ذاكي دوك مزوغي سلا كونيكسيون برا سا بورتابل يلا ادس انت كل الاجابات ياك غش تكنولوجي سلي كاميرا وتطفنا راه لانه العبد مولي قدر ربي ما يزرى باللي لا ربي مراقب له رقيبه يعلم السر والعلن هذه قوى ضرب ذيني مقارنة قوى ذي ونسى قوى ضرب. لذلك ما يلزمش تنصرف عقولنا فقط إلى التجارة، لا، الغش في العلم أخطر أنواع الغش. إيه ثورة ما يخدم الأرشيتكس يخدم الباطي ما ويقود يخدم يس الغش أتحرك الزنزلة ثامش طوحة يرى كلش. وقد حصل للأسف يعني تفتح تحقيقات دي زونكات بعد الزلازل لأنه للأسف إلى الغش، الغش في جميع التخصصات لا أقصد تخصص معين، كل من غشنا فليس منا وفي رواية من غش فليس منا باش في سقري يجوز غش غير المسلم، لا لا، الغش ديريف بجميع صوره. يوي طوموبيل في الحال 400,000 ولا قرا ذي يخدم ذي يفدل كونتور اسينو في الحاره اسيفدل هذه الشكاش 350,000 ناضي، كل هذا لا يجوز. لذلك نسال الله العفو والعافيه. اعود ربي سبحانه عز وجل ذو قواليس
إمي غيول له غير فعل الخير باش كان أذير ذنولة وننغ. الزكاة تطهير للقلوب، تطهير للأرزاق، وفعل الخير تطهير للقلوب وتأليف القلوب وتحقيق للإنسجام الاجتماعي. خطر الغش تسمعوان نذم يحمالا أدغلي الحمالة يرسا. العمل الخيري يفك الأزمات يتكستيلوفا هذه الأزمة مردش درسني عرضيين يكون يشبان الله يبارك أتكسم الوحش يوم ذانني في دغلي المصيبة نغم ذانني يقس عن الأزمة أموضين أقلق ذي الزمن الهلكة فغي الصربين شفم الهلكة تنزيه مش أمثورة ثورة قوى الهلكة ذي مقرانا ماشي شويط وين كني ساعنا موضين دوخا من غي ساعة سيني موضان وسني زميرارا ماشي ذيني سهلا. يعني ذا قد يفغ العمل الخيري مهم يتعاون يتكس الأزمة يتزون السير ذقولاون يتزون الحملة ذقولاون. ذا العمل الخيري تدريب على العطاء ما يليون يخدم الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أم ذا ما يخدم الخير أذيغال أثيوالف سمحتي ولا ما يفغى أذيغال ذي الباخل ورزميرالا كنسينا الشاعر هذا رمز العطاء. إنك أسيف غادي خدمك هذه الشوت رمز الشح إنك لا تطيعه أصابعه يضوضاني سستغنى الأول أي غر أخطر يولف يقدم دايما يتصدق يتبرع. والتدريب بقي مهم. أجدادنا سلفنا كانوا يدربون الصغار على التصدق والعطاء باش أذحمل تكشي أذحمل الصدقة ما رفكن تنطيش تسفكني ولا شي مشطاح إذا ربي ذي ضفصينا كان تيقدو حين تقدوح كوني تقدوح ثيس شوط نسكسو شوط المرقى بدلني من سي تنطيش أتنطيش تورث غنوض ذي الحرمة كان يدر نوض أتاون وراش وثقي ذي الثقافة النغ ثرس باش إمشطاح أذحمل تكشي باش مريم غورن سنتو غير العاده صافي. العمل الخيري يسعى غطاس للفيذات انجاز المشاريع. لا يمكن انجاز المشاريع بالمفرد فدار نغل عرش الحومان مرن جماعا من ندن زيزدي اذ زيزديان نظافه. شكون اللي يقول لك نقدر ننظف كلش؟ ما يقدرش وكزمر. ولكن ما كرنا كيف السن اذ زيزديان يكون دا تعيشين غدا تيديرن وكون الزرامي ثمورت النار ثلاثه مزيزلتني فدرت زديين الزرامتي ياك اسميسي ذوال ثيم زيزلت ثلها ثلها مليح ماشي شويط. اي غر الغاشي تمزازالن باش هاد الزيزديين ثذرين نسن اوها ربي أن معنا ذي وكسين الهان يرنخذ من البارام من تنقيط الجامع أسخذ من العالمينس فجماعي ثندة نجماعان إفرذان ثالا مثلا الحاصل كل شيء التجور المحيط البيئة الانفيرنما الشرعي والصد في اللاس. النبي صلى الله عليه وسلم إنك الإيمان بضع وسبعون شعبة رواية الإمام مسلم البخاري بضع وستون شعبة أعلاها لا إله الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وفي رواية والحياء شعبة من الإيمان. إماطة الأذى عن الطريق باش اللي قيم دايما تزدي هي المشهد البارز المضيء المشرق في المجتمع نغذي ثد دارث نغذي العرش مكرن أطس أدزيز ديين يلا ها سيدي مكرن ذاغ مدن أرثويزي ذاغ عامل خيري أدخذ من ثيويزي تطوع ثيويزي ذاغ تصنس وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. مكرن ذاعي ونجل للوساعة خام أسفلون خام
يوان ديوي الرمل يوان ديوي السيما يوان ديف كذا ماسوط يوان ذا مانوفر يوان تريسيتي وذا بان تضغط فرا ثم يفرا خطر مدنس مدنس يا ربي يقمذن التدريب على العمل الخيري مهم جدا. ولا قرا يوان ذي عاش كان يمانيس معليش عيش يمانيك ثوا شمتي هكا عين ربي ولكن سيارة باللي سيض التزامات تجاه الغير. ونقولكم قاعدة ذهبية أقولها باللغتين لأهميتها، كلما تعددت انتماءاتنا تعددت التزاماتنا. تتعدد الالتزامات بتعدد الانتماءات. أشو المعنى يس؟ أدين ذنكيني أرثوا شلتيو أحكيني غشيني تساعد الواجبات أرثوا شلتي باباك ننك جدك إلى آخره تساعد الواجبات. أدين ذ سيغى ذروم أحكيني تساعد الالتزامات تجاه ذرومي ذا ذروم ما تسمغرام الجنزة ما كذا ذا ذروم فكد رفض إلى آخره. سيض العرش تنتمي إلى العرش سيض التزامات تجاه العرش. سيض البلدية سيض الدائرة سيض الولايات سيض الوطن سيض الدوضة سوسع. أدين الشيني أتخدم ذي المدرسة إيه كشخدم المدرسة سيض التزامات المدرسة نينك مدرسة نينك التزامات كيش الشيني وأمثالك أما ذو المعلم أما ذو يتسيقن أما ذو يتعسن أما ذو إلى آخره إلى آخره. معنى أندثلض سياد الشركة سياد اللوزين سياد الإذاعة سياد السفيطر سياد أندثلض عندك التزامات ثقي مهمة جدا غير إلا قد نفهم باللي وقيد الواجب في اللانخ. أم بعد نسعى التزامات تجاه الأمة ربنا في سورة الأنبياء الآية 92 إن هذه أمتكم أمة واحدة أمة واحدة ننتمي إلى أمة الإسلام. المعنى نسعى التزامات تجاه الإسلام تجاه أمة الإسلام. أين إثنين قرحني قرحا غير إثنين صفرحني صفرحا والعكس صحيح. وفي سورة أخرى سورة المؤمنون الآية 52 وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأن ربكم فاتقون. ذي الحديث النبوي في وثيقة المدينة دستور المدينة واش كتب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قرر أمة واحدة من دون الناس. شوفوا التناغم بين السنة والقرآن أمة واحدة من دون الناس أمة متميزة أمة الإسلام. ولكن ذا نسعى ذا التزامات تجاه الأسرة البشرية ثلاث وشود ثم قرآن إغر مشوداك نكوني سيسيد نفروري ذا شود وشود ثم قرآن تاخل قيث مرة سمثا الأسرة البشرية نكوني ننتمي إلى الأسرة البشرية. لذلك تسد كورونا ثقر حراك وقذي موث نغضنا غاك خطر كل نبي صلى الله عليه وسلم ناد كلكم لآدم وآدم من تراب باش هذه الزو ذهنغ ثم سلتقي أنظر بلي يكون كوني ننتمي إلى الأسرة البشرية. وين يسد الحديث يسد القرآن سورة الحجرات الآية 13 وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بعد ربي خدمة الميزان الميزان وني فغانا ذي السعو مازال سيدي ربي أفرد التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو ميزان التفاضل ذو قذا غرفال يسيت ميز ربي ثخلقي فيس إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثورا نروح النقطة الثانية أدن النقطة الثالثة أدن مسلاي خصائص العمل الخيري أتصل خصائص قلان منها الخاصية الأولى خاصية الشمول. ما معنى الشمول؟ أي لا تستثني أحدا من الكائنات بشر
حيوانات، طيور، هذا هو من خصائص العمل الخيري الشمول. المعنى يستخدم الخير ياك أنا غيومذان الدنيا غامذان أكني فغوي إلا ذا قريبيك نغيفا ذيك بلا شك ما يقربك سيد سين سيد لاجر سين لوجور زيادة أي غير خاطر يقربك الأقربون أولى بالمعروف. نعم ولكن ذا ولا قال سقيم كان أقربون الأقربون خاطي وسع وسع أرنو حاجة نظن أما يقربك أما يذعذيك أما يتسيذير أما يموت هذه مهمة. ممكن الحي ينفع الميت، الأحياء ينفعون الأموات. أدف كلام ذي مثال أتصلت سيون يموت يتوالاس أدصلك شيني أتخلص في اللاس طلابها مبروك في الله ومبروك في اللاس. إنسان مدين ما عندوش باش يسدد الدين مات، والحديث النبوي يقول نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ديني من الجذوذ النار مازال ساري ظهر ثورة من طلنيون أدين تقيون سيد فاميلت وسيد سلاسا أقلغ ذا دايا ناشد وسيد سلاسا أقلغ ذا تخدم الضيفات دن بلك يلوني تسلاساس ورسارة الشهود ورسارة الكاغض يقيم سكين السقار أمشي على خدمة غير أضروحا السثرا والسثور غارا أكن يخدم يحصل وبالك الطلبة ثم قرانت بالك ماشي دينو ميزم راسي سماح أتيج بالك نتسيح واجيت والزدارة في اللاس خطر كل يوم نمشي قلا ولكن مارستيني وينسي تسلسم أشقارني مولاني ساق لغذا تخدم ضاسيفة الدم الكوراج إيوينا باش دي روح أكين يكون عظم ربي لجر سنيد دولني سليغاس إنكيني سلسغاس كذا وكذا إذا غاس فروي وين يبغانا ذي السمح هذي السمح هكا استغفروا الحديث استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل يوعر ما جنيون بقسكة واحد سيئة مثلا والله ما يسهل وقذي تسيذيرا زمرنا ذنفعا وقذي موثا الحمد لله هذا فهميت أدمر نثين النظام أسأل أن يكون سعى الجذوذ النغة لا شيء دين المحنة الميزيرية الاستعمار اللاز الحيف نكرد نكرد السجن كوني وين الزمر عندك ناغ هذا ينفع وين يموت هذا ينفع خدمة صدقة جارية هذا تنفعت صدقة جارية أفنو الجوامع روح شارك وش قرار أفنو الجامع وزمير ضارة ولاش قيل لك زمر شارك أوذي أوي شوط نسيمك في الرمل جيت غرصن ثبريك لفنو سفيطر كيف كيف لا تزون تجور كيف كيف غيز الفير سقيا الماء يا سعد اللي وفقه ربي يدير هذا العمل الخيري خاصة أوقات الجفاف السنوات الأخيرة قال لك ثخلقي ثكوة تتعقيل تتعقيل خاطر إلا الشياض ضم قران سقيا الماء. لذلك الأحياء ينفعون الأموات هذا نفهم باللي كلمة الشمول ننات تنفع أما ذي غريفا أما ذو قذي حضرا وقذي غافا وقذي موثا وقذي تيذيرا مزي مقار درقى تمطوث تسيلنا وتسيلنا لا إلى آخره. أنا قال الضيور أنا خدم الخير على بالكم يا خوتي في هذا الصيف كين اللي راه يوزع الماء على الطيور يروح للغابات وينشر الماء يوزع الماء يدير فيه أواني باش يشربوا الطيور
لضيورة السونمان، يقجن السونمان، الحيوان السونمان، الشياض الشياض يوعرك في اللانة، يوعرك في اللانة يكف تخلقي في مرة. لأي غرض دنيا ولكي باش أنفهم باللي كلمة الشمولة كيديس كلش ثلا الخاصية في السناث التنوع. هذا شو قصد التنوع؟ المعنى يسوي لقارة أذي روح الخير ليوث تامك يعني ليوث الجهة خاطئ منهجيا غلط. شو المعنى يس؟ لا يجوز أن نختزل العمل الخيري في مجال معين مهما كان هذا المجال. يعني أريد جزارة أدنيني الخير ذا شوث عيون كاني مضان ذايا هاكيني ذايا لا لا أعيون أعيوني مضان يلهم ليح من صغيمارة كان دا أنو غالسي النظام وكذا كيش من دخول المدرسي هاتا توارد كيش من دخول المدرسي اللان الفقراء ورزمير نارا داغن استيلو القلم ولا كراس ورزمير نارا داغن اللبسة يوريونسن المعنيس خاصة دي المناسبة في كذاكي مهمة جدا الحضور حضور العمل الخيري في المناسبات أيضا مهم جدا. ها صافي لن وقاد معلش باش أختصر الكلام أدخل ما كأنه مشاهد بلك ديني الفارقة جي فحم المسع والميه اللي ندي مغذان ثو جالي وجيلا أكوني فارك يا رب بلك أثمثنا جينا فنوي فغا مسع والمي موضان أندلاني موضان ماذا خمنا ماذا يسفي طراث أكوني فارك يا ربي الإسكانير لراديو الحاصل الدواوي أكوني فارك يا ربي أثمثنا جينا فنو الجوامع تعاونك سني فارك ربي صغارين نشرنا العلم ايضا عمل خيري وهكذا اي رديو غلنا ماذي جاكي باش الدين كل ميسر لما خلق له وسبحان الله ان دي زوار ولد تبعي تضار امذانا بركة تضجيف انتوا شوت ويحمليه لني مغفان ويحملي مضان ويحمل هذه روح الجنازات هذه السيرة الميثين تغسيل الأموات هذه غيز الزكوان حفر المقابر قبور عمل خيري جليل هذه الزيزتي مقبرة يحمل شوالك ويضح حملة السوق اللي تدارث دي مسوق تدارث عرضيا ويضح حملة صغر القراية ثموسني تعليم العلم يعني في النهاية هكذا يكون العمار أكثنا عمر الدونيث أم كث عمر الدونيث ما إلا تنصرف الهمم إلى جميع مجالات الخير كل يوم أندثي الله ربي وربي ندوا افعلوا الخير لعلكم تفلحون. خاصية السناث من العمل الخيري التنوع نقصص التنوع ند بليث مثلا كل يوم أندثي الله ربي سبحانه وذوقي تكن السريث وذرث المعنى يسث الخير لان في كل مكان وقيد معنى بوال خطر ماشي لان زي ماذا نحصو أعمال الخير أتصيلا دي لان تكرى أعمال خيرية اسمحتي ولو كان والذي الزوطة نقل سبو فريد خي قرنا ولا قيث نقل سبو فريد الزات الزات وين دي عدان يخرف فغا قرني وقادي جاربين نكثا نقل سبو فريد لفذات تكد الخريف الفذا فتسكد الخريف أي غر خطر ذيكس العطاء فتسكد وسيدي ربي يخدم ذيكس البركة كل يوم أندثي ولها ربي وثورة ذي زمانكي يسهل بنادم ما يخدم العمل الخيري ما يستخدم تكنولوجيا لا تكنولوجيا سوذ ميلهان مليح أي غر خطر وسائل تواصل سهلة وواصل ذي ليون الشاض يفوذ ذي الزقي ستيليفون إز ما ثياوث ذي الفلاون الزلازل سبتما دغين تك يعني المصائب والعياذ بالله العمل الإغاثي وذا وقذك يحتاج إلى تدريب سمحتي
خطر كل حاجة الآن يخضع للتكوين، لا تمكين بلا تكوين. كل حاجة أي حاجة لقاسيو فورماسيون لازم يا أخي تقولوا كذا كنا نهار طوموبيلات قبل الآن أدفضي ونخدم لك سيدة البعيد أمك يستمر ذا تعيون ما يلو السنظرة الإسعافات الأولية وش اللي غرا غنو غالوك الطبان غنو غالوك ذي فرمليين خاطي الإسعافات الأولية خاطر أقرأ في زمن ولا حول ولا قوة إلا بالله عامر بالمفاجآت عامر بالهموم إلى الخير لا نكره إلى الخير ثلاثة الويف ثلاثة هنا أمعنى ذا لن ثياض يغس فقاعا الفقاع فرنت لذلك العمل الخيري إلى قد يجهد ثورة وذا غواها ربي فقد مسألة مهمة سنذكرها في الخاصية الثالثة اللي هي الاستمرار والدوام تلقي الخاصية في ثلاثة ذا شو المعنى الاستمرار والدوام أما ذا بك الخير ذويني ذو من وقيل معنى البوال لازم يستمر الخير الأمة لا ينقطع فيها الخير النبي عليه الصلاة والسلام بشرنا في حديثه الشريف إن أمتي أمة مرحومة في رواية إن أمتي أمة مرحومة وإلى قرأ أذكاون لعوانصر من الخير ذي الأمة إلى قل الخير ذي الفذا يلا ولما ينقص أمعنى ولا قرأ ذي يحبس تقف غادينيخ سمحتي أتلحو الطوموبيل تكوفريد برومير دوزيام تروازيام كاتريام الله يبارك من توفى فساونت أتسنقص لا فيتاس معناها أتلحو ويتحفي سارة توفى الثغيل تعلينا أكثر ذا غتسنقص ويتحفي سارة توفى اللوضة تقرز أتلحو المهم ويتحفي سارة أي أرضي وغا المثلاقين باش ديني غوري لا قارة إمذان حبس في الخير وإلا قارة سينيون بقى على خير الخير ذا شو كالصواظ بلد مدينة ولاقي ما إلا يخدم الخير وستيد الرينارة هيني درت الخير وما ردوليش الخير من نو غادي نغلق ليفان نغلق غلط الخير لوجه ربي خليه لوجه ربي ود قرارة بقى على خير الخير اخذم الخير ألم مثل موفض لا يكلف الله نفسا إلا وسعها اخذم كنت تزمر فيه بلك يولي الوقت أدتساكض لا سيترن بوامان ثورف كدكان فقرعت بوامان تم قرانت ورث زمير دارا فكد ثامش طوحف ورث زمير دارا فكد مكولاس فكد مكولا قور المهم اجل خيراكي وريح بسارة أما في إيمانيش أما في قاذي كيزواران زرد يثمثم ما صدق ذا الكسب بامان فالروح مبافاك نغنناك نغجدك نغجدي نغجيدك نغجيدا أثيا وض اذلا جار المعنى يسو قاذني موثم أذ فرحاً إيموثن تسويارا أسنفك الدعوة الخير أنعم الدعاء الخير يلها أرنو يسين النظام الساذقة ثلها أتنفع فافيس وتنفع ونمت ثنويض إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أخيراً الخاتمة العمل الخيري يسعى الآداب نعم يسعى الأخلاق لا بد أن تلتزم المعنى بوال العبد ذي يخدم الخير ولكن ذي يخدم الخير سل الخير وإلى قرن ذي السامي الكرامة يجليل الحرمة انت جالت ووجيل كرامة الإنسان فوق كل اعتبار
يعني ماشي بنادم هذا يفك شويه من الزيت اك تشكر في السميد هذه فوطي ثجلت النين اك ذوجيل النين اتيش كاع الفيسبوك وسيني هذه فان كلش فان دوذم فان كلش خاطي الحرمه قمذانا الى قد تقادر الملاحظه يجي ثعنيا غاك الى المحاذره المحاذره امذان ذرقة سمطوث ذوجي التجال تمغبون لكن يبغوا الا ضموضين يسعى الكرامه يسعى الحرمه ذا ربي السيف كان ربي الناد في سوره الاسراء الايه رقم 70 ولقد كرمنا بني آدم فنادم يسعى الحرمة يسعى الكرامة يسعى القيمة إلى قلم حذرة ماشي يسنفك الصديقة من بعد هيدن في جندي فيسبوك أتزرناكم الدن أنشتقث يجرح أذي جرح نتسا وذي جرحناكم يمذني في سننا هذا يجرحك وخطر كل مذان يسعى الحرمينس يسعى الكرامينس الوقت لا يسمح باش نفصلوا في الأحكام الأخلاقية للعمل الخيري إن شاء الله ديفك ربي ثاوني سنظا عدد نفصل في مسالقي أغي وفق ربي يكون خدم الخير كلمة الله الخير كنت خدم ما يثمثن أما يكون ويما مولا ونما يكون زوار في قبل ربي إن شاء الله جعل ربي في ميزان الحسنات جعل ربي في ذور الحسنات إن شاء الله وقد يموتنا ثلاثني عفو ربي يموضان ثني شفو ربي يغريفنا ثني حرز ربي كن وكن مثلا وكن يحفظ ربي إن شاء الله أو كن يفكر ربي السر ذلي سر أو كن يفكر ربي ثلاثا السر إن شاء الله أين تفغى ميقضى أين تقاذ ميقضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.